ربما كان البعض يتوقع وانا منهم ان خلاص يعني حقبة ميسي مع برشلونة بتقول الى النهاية، ولكن السنة دي شفنا شكل مختلف، شفنا اداء فني من ميسي مختلف مع برشلونة. حتى فريق برشلونة اللي كان في بداية الموسم غير مرشح على الاطلاق للفوز بالليجا قدر انه يرجع للمنافسة في الاسابيع الاخيرة، وواضح جدا ان المنافسة دي علت من مستوى ميسي كتير، للدرجه اللي شفنا ان هو بيقدر يقود المنتخب الارجنتيني في كوبا امريكا وياخد الدوري. كانت كل هنا يعني المؤشرات بتقول ان ميسي خلاص هينهي مشواره مع الكره داخل برشلونه بعد ما الظروف تحسنت بعد قدوم لابورتا، وطبعا وتحسن علاقته بالمدير الفني كومن. لكن طبعا جات مطالبات اتحاد الليجا او اداره الليجا بامور الانفاقات عشان تقضي على مستقبل ميسي، او ان هو يعني ينهي حياته داخل برشلونة، والاكيد ان ميسي هينهي حياته الكروية في نادي اخر غير برشلونة.